بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الحضور الكريم ورحمة الله وبركاته. الشهادة براق الأبدية. بحاول أقرب سرعة لأن الوقت ضيق. نؤمن كمسلمين بأن للإنسان حياتين، حياته الفعلية في الدنيا وفي الواقع منذ ولادته، وحياته الأخرى بعد مماته وعند بعثه يوم القيامة وما يليها من جنة أو نار، وبينهما حياة برزخية تختص بالنفس أو الروح. ويكون شكل حياة البرزخ مناسباً لأفعال ذلك الإنسان في حياته الدنيا، فإما عذاب وإما نعيم، كما وتكون حياته الأخروية بعد الحساب وبعد يوم القيامة مرهونة بعمله وسلوكه وإيمانه. فإن كان من الذين رضي الله عنهم وكانوا على صراطه المستقيم فجنة ونعيم، وإن كان من الذين غضب الله عليهم فعذاب وجحيم. إذن نحن في هذه الدنيا وفق كل معتقداتنا وما تلته لنا آيات القرآن الكريم في دار اختبار وممر لحياة أخرى وعد الله فيها المتقين في دار الدنيا بالنعيم المقيم والخلود الأبدي في دار الخلود. ولذا كانت دار الدنيا محل بلوى وتمحيص ومزرعة فيها نعمل ونزرع ونعاني ونصبر في جنب الله لنحصد غدا مثقالا بمثقال، فإما خيرا فنراه خيرا وإما شرا فنراه شرا. ومن هنا كانت هناك مواقف وتكليف، وكان هناك حق وباطل وشر وخير وتقوى وفجور، وكانت هناك سعادة وشقاء وبلاء وتمحيص. ألم يبلى الأنبياء والرسل والصالحون على مر التاريخ؟ ألم يكن هناك فرعون وهامان، وكان هناك موسى وهارون؟ ألم يكن هناك النمرود وأصحاب الأخدود؟ ألم يكن هناك محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ وكان هناك أبو جهل وأبو سفيان؟ وهكذا هي سنة الله في الكون، أن يكون حق وباطل، وأن يكون للحق رجال وللباطل رجاله وللباطل مريديه. ويأتي وعد الله لعباده الصابرين على البلاء والعذاب والقابضين على الجمر بالنصر والغلبة، ويعد الله عباده الذين يقتلون في سبيله وفي طريقه لا يريدون شيئا إلا وجهه ورضاه، محتسبين صابرين. يعدهم الله بالحياة الأبدية وجنة الفردوس، ويتوعد الله سبحانه وتعالى الطغاة والفراعنة والمستكبرين بالإمهال ليزدادوا إثما وليس الإهمال، وبعاقبة السوء وبخزي الدنيا والآخرة وبعذاب جهنم وبئس المصير. تأتي الشهادة لتكون براقا تحلق بجند الله نحو الجنة، وتكون خاصة لأولياء الله سبحانه وتعالى، بل تتعدى كل ذلك، ليقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ما يشير بشكل واضح لكرامة القتل في سبيل الله وقيمة التضحية دون دين الله، وأن أولئك الذين يقدمون حياتهم في سبيل الله لا يموتون، وأن رزقهم لا ينقطع. اليوم نقف في ذكرى عزيزة على قلوبنا، صحيح أنها ذكرى أليمة وحزينة ومفجعة، صحيح أنها ذكرى لثلاثة شباب في عمر الزهور أصدر أوامر إعدامهم رمياً بالرصاص الحي بعد تعذيبهم طاغية مستبد متغطرس، ليكونوا شهداء وشاهدين على علو وتكبر هذا الطاغية وخبث عقيدته، ليكونوا شهداء وشاهدين على أمتهم التي تجاهد في جبهة الحق والدين والوطن،
وفي قبال جبهة الطاغوت ومرتزقته قتل عباس السميع وسامي مشيمع وعلي السنجيس وذهبوا لربهم، وبقيت أمانة المسير على دربهم بغية تحقيق أهدافهم التي استشهدوا في سبيلها، غاية يواصل شعبنا بإذن الله سيره الحثيث في سبيل حفظها. وهنا خطاب للساحة سريع، ما في عندي وقت له. خطابات الساحة ومعركة المصير في داخل البحرين. اليوم ومنذ اندلاع ثورة 14 من فبراير المجيدة، وهناك خطابات ومواقف، وهناك معركة مصيرية مع نظام آل خليفة الفاشي، وكل من يتصدى للخطاب العام فعليه مسؤولية، وكل من يتخذ مواقف عامة، مواقف عامة تعنى بشؤون الساحة فعليه مسؤولية. هذه المسؤولية أمام الله وأمام الأمة وأمام التأريخ. فإما أن يكون الخطاب السياسي والمتعلق بالساحة خصوصا، إما أن يكون هذا الخطاب عاما فضفاضا ويناقش عموميات ومبادئ عامة قد لا يختلف عليها اثنان، وبالتالي لا يغير هذا الخطاب كثيرا في التصدي للطاغوت، ولا يغير هذا الخطاب كثيرا في نصرة المستضعفين وتغيير المنكر، فيصبح خطابا ثقافيا مفصولا عمليا عن مجريات ساحة المؤمنين، فلا يرفع عنهم ضرا ولا يترصن الظالم ليرد بغيه وتعديه. أو أن يكون هذا الخطاب خطاب المتصدي المستعد لتحمل تعبئات وأثمان هذا الخطاب، خصوصا عندما لا يساوي هذا الخطاب بين الضحية والجلاد، ولا يجامل هذا الخطاب في قول كلمة الحق وإن ثقلت. وأن يكون هذا الخطاب سندا للمستضعفين وكلمة حق في وجه سلطان جائر وكلمة حق في وجه سلطان جائر. وهذا خطاب حث عليه الباري جل وعلا وأمر به ضمن تشخيص وتكليف شرعي واضح. لقد جسدت خطاب التصدي، لقد جسد خطاب التصدي وتحمل الكلمة ومسؤوليتها كما أراد الله سبحانه وتعالى حسب تقديرنا القاصر العديد من الرموز، وترجموا خطاباتهم بالمواقف وثبتوا وأوذوا، ولا زال كثير منهم يرزح في سجون الطاغية، ومنهم الأستاذين العزيزين عبد الوهاب حسين والأستاذ حسن مشيمع، كما يقبع الكثير من الرموز تحت الإقامة والحصار والتهديد كما هو حال آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم حفظه الله. ولهؤلاء وعد من الله بعد الصبر والثبات أن ينصرهم في ظل معطيات الوضع الإقليمي الراهن والتصعيد المستمر في المنطقة، وفي ظل تقسيم المحاور ومعركة محور المقاومة وتصديه لإفشال مؤامرات الاستكبار والإرهاب المدعومة أمريكيا وصهيونيا وسعوديا، فإننا نعتقد التالي: أولا، لا يوجد أي أفق لتسويات وتفاوضات مع النظام الخليفي تفضي لحلول جذرية تنهي عقود من الظلم والاضطهاد. ثانيا، إن أي طروحات استسلامية مهادنة للنظام لن يكون لها أي تأثير حتى عند أدنى مستويات التأثير مثل إيقاف الأحكام الوحشية وتنفيذها، ولن تكون طروحات الاستسلام والمداراة السياسية إلا فرصة يستغلها النظام في ترويج الخلافات وتمزيق الساحة وكسب نقاط قوة ومساحات مناورة جديدة. ثالثاً، النظام يقود معركة وجود أصبح لا يملك فيها زمام أموره، وإنما ينفذ أجندة متفق عليها مع دول إقليمية، ولذا فليس باستطاعته اجتراح غير الحلول الأمنية والقمع على الأقل في الوقت الحالي، ما يتطلب منا جميعاً التصدي والصمود. رابعاً، إن مواقف المطبلين للدكتاتور حمد
والذين يلتقطون معه الصور والهدايا مواقف في غاية الاستهجان، وهي بحاجة لغطاء شرعي وأخلاقي، وعلى هؤلاء أن يراجعوا مواقفهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.